عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم اخوتي اخوتتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم البنات، اليوم ان شاء الله بحول الله نقدم لكم واحد الحلوه ونتمنى تعجبكم ان شاء الله بحول الله. نحن نحتاج ثلاثه البيضات، نحتاج هنايا كاس ديال مايزينا، كاس معمر ديال السكر، كاس تاع الزيت على حسب 50 غرام ديال الزبده ماشي مذوبه، معلقه تاع العسل، نحتاجو 7 غرام 8 غرام ديال الخماره، شويه جنجلان وشويه اللوز كما كيبان لكم. ها هو راني درتو بالموس، قسمتو بالموس كما كيبان لكم هنايا. كما هذا راه حامض، هذا راه الحامض معسل، وهذا راه حب الملوك معسل. نتمنى نجربو، نتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم ان شاء الله بحول الله. توكلوا على الله، والفرينه حسب الخليط. البنات كما كيبان لكم راني هرست ثلاثه البيضات، غادي نزيد عليهم كاس تاع الزيت كما كيبان لكم، غادي نزيد عليهم سنيده كما كيبان لكم، كاس معمر لان عندي العسل، غادي نخلط كلشي العناصر مع بعضياتها، معلقه عامره ديال الزبده كما كيبان لكم بحراره المطبخ، وغادي ان شاء الله بحول الله نديروا هذه المعلقه تاع العسل. ما يبان لكم حاجه ما تبقى حاجه ما تطيح، طيحه ما كيبغيهاش الله. البنات دابا غنخلي نخلط هاد العناصر اللي درت دابا. بسم الله بسم الله بسم الله، توكلنا على الله. دابا العواشر راه قربات ان شاء الله بحول الله. الواحد يبغي داك الكاس تاع اتيمون المغرب ولا يحط معاه شي حاجه، نذوبوا ديك الزبده مزيان مع الزيت كما كيبان لكم في الفيديو. ما كاش بحال يدي اللي قلتها لكم سبق. نخلطوا العناصر مليح، دابا غادي نزيدو عليه هاد العناصر اللي هنا. عطوني البنات شنو نسيت، الا كيبان لكم راني ناسيه شويه القرصه ديال الملح، غادي نزيدها ان شاء الله من بعد. المهم عندي شويه جلجلان هنا وشويه اللوز كما كيبان لكم، ها هو انا قسمته بالموس، وغادي نزيد عليهم هادشي اللي بان لكم هنايا، حب الملوك معسل والحامض. شوف دابا البنات نزيدو هادشي ديال المايزينا كما قلت لكم، الواحد ينقي اللي كيخدم فيها. احنا زدنا المايزينا وكما قلت لكم الفرينه حسب الخليط. كما كيبان لكم، والخماله قلت لكم 8 غرام. دابا نخلطوا على بركه الله كلشي العناصر ديالنا. العجينة ما خصهاش تجي قاسحة، خصها تجي مخفوفة. هاي
العجينه راها عاجريه، نزيد نحط شويه طحين وغادي نقول لكم بالتقريب شحال كتهز حسب الفرينه. بعض الاحيان الفرينه كتكون تشرب كتهز وشي فترات لا. بسم الله الرحمن الرحيم. دابا نتوكل على الله. كما كتبان لكم هي العجينه ديالي وجدتها، دابا غنقسمها. كما كيبان لكم نتها الاربعه. البنات كما كيبان لكم ديروها بحال الباديتات بهذه الطريقه، هذه نمشيو هكا تهرس شويه باش كيتساه فيها بحال الشكل ديال الفقاس، يعني شكل الفقاس. كما كيبان لكم بهذا الشكل الطريقه هذه غنتمشى فيه باش ما يتهرسليش. بهذه الطريقه اللي كيبان لكم ندير لها كاع جنجلان، ندور لها كاع جنجلان بهذا الشكل كما كتشوفوا. راني حربلتهم ودرتهم في الجنجلان مزيان كما كيبان لكم. ايوا ومن سالي دابا كما كتشوفوا انا درت ربعه ديال الكرات، يعني ربعه ديال الحراب ان شاء الله بحول الله. كما يبان لكم انا عاد خدامه فيهم. ومن سالي ان شاء الله بحول الله غادي ندخلو الفران على 180 درجه يطبع على المهل ديالو، ومن بعد غنوريكم التتمه ديالو ان شاء الله بحول الله. ها هو البنات كما كتشوفوا درت هادو هما الحلابل ديالي، ان شاء الله غندخلهم للفران على نار مهيله ان شاء الله يطيبوا على خاطرهم، ونوريكم التتيمه كي غادي ندير لهم. ها هو البنات من بعد ما طاب غيتقسمي على شكل ديال الفقاس كما كيبان لكم، على شكل الفقاس. الحلابل ديالو ها هما راه كيعذبوا شويه، ما نكذبش عليكم كيعذبوا شويه، خصهم غير الصبر. شتو هم تفلقوا يجوا هشيشين، يجوا هشيشين بزاف ها كما كتشوف. ها هو البنات كما كتشوفوا دابا من بعد ما دفعتو للفران تحمر على الجوانب من جهه جوج جهات، هانتوما ما شوفوا كيخرج تبارك الله هشيش قطعتو على شكل فقاس هانتوما شتو.